صراحة حتى هي كتطلع رائعة بزاف، ديال الكاوكاو مطحون مع السكر، وصراحة كتجي رائعة. هنا هي ملي كطيب بهذه الطريقة، يعني كنطيبوها بهذه الكيسات ديالها هنايا، وكنعملوا ليها شوية ديال السكر كلاص، كتطلع رائعة بزاف. هانتوما كنعملوا ليها السكر بالغربال غير شويه، ما خصهاش تكون مغطيه بالسكر بزاف، يعني واحد حاجه قليله بحال هكذا باش كتطلع صراحه كتجي يعني باين، ما تكونش مغموقه ولا فيها السكر اكثر من القانون بحال هكذا كتكون. وهنايا كما كتلاحظوا كتطلع بهذا الشكل هذا، هانتوما كتطلع رائعه. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. هنايا فيها 500 غرام ديال فول سوداني ديال الكاوكاو، وفيها السكر فيها 150 غرام، يعني كاس ديال العنبة في نص كيلو ديال الكاوكاو ديال السكر هنايا. وكتعمل واحد شوية ديال القرفة، واحد القليل، شي نص معلقة صغيرة ولا وكتعمل الزيت، يعني كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبة ديال الزيت، وكتعمل واحد ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الدقيق، وكتعمل واحد 10 غرام ديال الخميرة، يعني هذيك الساشيات اللي فيهم 20 غرام، يعني النص ديالها. وإلا كانت هذيك الحمراء ولا هذيك راه فيها 8 غرام، يعني كتعمل وحدة وواحد شوية من الأخرى. وهنايا كنخلطو كنجمعو الكيسميتو، كنعملو واحد شويه ديال الفانيل مع الخليط مع العجينه صافي، وكنخلطو حتى كتجمع لنا الكيسميتو. كنعملوها كويرات بحال هكذا، وكنعملوها في الكيسات بحال هكذا، كنطيبوهم على 170 درجه حتى كنشوفوهم يعني صافي بداو كينشفو، بداو كيتشققو كما كتلاحظوا صافي، كنعرفو بانما الحلوه ديالنا طابت مزيان. ملي كنخرجوها صافي كنخليوها حتى كتبرد، وكنعملوا ليها شويه ديال السكر كلاص، كنعملوه كنغربلوه، كتجي هكذا خفيفه هنايا صراحه، كتطلع رائعه في الماكله ديالها وفي كل شيء، يعني كتجي خفيفه هنايا. مثلا هذه تزيدوها صراحه راه سهله، ماشي صعيبه باش نعمل ليها فيديو والتعقيدات يعني سهله، ولكن ان شاء الله مازال مع البعض غادي نعمل ليها شي فيديو ان شاء الله فاش نلقى شي وقيت، وديك الساعة نعمل شي فيديو ديالها. دابا انا علاش قلت لكم المقادير، عرفت بان ما تدخلوا لي المقادير اللهم نقولها لكم وسجلوها عندكم، تكون اي حاجة عملتها لكم الله يخليكم تشوفوا المقادير وقد قيدوها عندكم شي في شي كتاب ولا، وقد خليوها دائما تكون هي اللي معتمدة عندكم، ما تغيروهاش، ما تشوفوش هادشي ديال اليوتيوب وكذا، وهادي كتبقى تشوفو دوك التصاور وكذا، والاخر صافي كتقولو كيزميتو هذاك الشيء كتلقاه ما مضبوطش، ما كتلقاوش داك الشيء، غادي تجربوا وغادي تلقاو ماشي هو هذاك. راه الناس كيتواصلوا معايا وكيحكيوا لي هاد لافير ديال هاد الشيء هذا، ديال هاد اللي كياخذوا وصفه وما كت، دابا الاغلبيه اللي كتهضر معاك يقول لك حيد عليا داكشي ديال اليوتيوب، حيد عليا ما كي، يعني مابقاوش كيتيقوا الناس في هاد الشيء ديال اليوتيوب. كاين غير اللي كتنوض كل واحد شنو كتعمل، كل واحد شنو كيعمل، كل واحد شنو كت، المهم بشي طريقات كيدلعوا الناس، وكاين صراحه خص اللي كيعلم كيخصو يعرف كيفاش يعمل، ماشي الا بغيتو المشاهدات عملوا مشاهدات بشي حاجه اخرى، عملوا غير الموسيقى التصاور وكذا وهذه تربحوا المشاهدات، ولكن باش تعطيو واحد الوصفه لعباد الله يعملوها وما كتطلعش هي هذيك، علاش كتضيعوا الكسميتو؟ غادي يعرفوك صافي غير يتبعوك واحد المده، كتلقى صافي ما بقاوش كيتبعوك صافي. بحال دابا مثلا لاحظتوا انا القناه ديالي في اليوتيوب ما كانتش كتطلع، لحقاش ما بزاف ديال الحوايج ما كنتش ريكلتهم فيها، ما بزاف ديال، انا كنت غير كنعمل فيديو كنلوح وما كان ما كنعرفش داك الشيء ديال كيفاش باش المحركات الباحث وداك الشيء ديال المهم ديال بزاف ديال الحوايج. الا جيت نحكي لكم راه بزاف ديال الحوايج ما كنتش كنعملهم للقناه، يعني ما الفيديو حتى كيقول لك اليوتيوب واش الفيديو مخصص للاطفال ولا غير مخصص للاطفال، ما كنعمل له والو، كيبقى هكا كيبقى الفيديو معلق.
دابا. ولهذا الله يخليكم، الله يجازيكم الخير، الا بغيتوا شي وصفه اي حاجه بغيتوها دخلوا اليوتيوب، راه عندي فيديوهات بزاف في اليوتيوب، راه عندي ما عرف شي 700 فيديو ولا ما عرف شنو. المهم غادي تدخلوا، غادي اي وصفه بغيتوها كتبوا معاها الشاف، مع الشاف عبد الباسط، مع الشاف عبد الباسط، مع الشاف عبد الباسط، اي حاجه فرونسي ولا بالعربي كما غادي ها هي خليتها لكم على الشاشه، كيفاش غادي تبقى تكتبوها على اليوتيوب. غادي تبقى تدخلوا تشوفوا الفيديو كامل، ما مقسم ما والو، من الاول حتى الاخير، وشوفوا الطريقه مزيان. راه كاينين الناس كيتعلموا معايا من الدول، من جميع الدول تقريبا كيتواصلوا معايا، وما كان غير الله، غير ديك الرحمه ديال الوالدين وهذوك الدعاوي اللي لاقاتني غير واحده منهم، راه الله يجعل البركه. وشكرا شكرا شكرا لكم بزاف، وعلى المتابعه والثقه اللي كتعملوا فيا، وكنشكركم بزاف بزاف. الى اللقاء.